لمراحة حرية الوطن، إنك تبقى حر في قرارك، إرادتك الوطنية في إيدك، ما بتحكمكش لا سفارة ولا بتحكمك ولا عندك مندوب سامي ولا عندك يجي سفير الفلاني يغير الوزارة ولا السفير العلاني يغير البتاع. دي كانت حرية، وكان مؤمن بان مفيش حاجه اسمها حريه سياسيه قبل ما يبقى في حريه اجتماعيه. لكن ازاي النهارده هيبقى في حريه سياسيه والناس حياتها ومصيرها وكل شيء في ايد بشر؟ يعني بتلاقي كان النظام الموجود القطاعي مثلا اللي هو اللي بيملك الارض ومن عليها، طب ازاي ده الفلاح ده اللي مش قادر، لا يملك اي شيء ولا قوت يومه ولا يملك رزق ولا يملك اي شيء، ازاي ده هيبقى حر؟ فالحريه الاساسيه بتنتج ان يبقى مبدئيا المواطنين ياخدوا حقوقهم ويختفي مجتمع 0.5% ويبقى في مجتمع 100%. هي دي اساس الحريه. لان النظام اللي هو التعددية الليبرالية اللي كانت موجودة، ما كانت موجودة قبل الثورة التعددية الليبرالية، ودي هم صاروا عليها. بس عبد الناصر بعد 67 كان بيطالب بحزب معارض. لا، ما في بيطالب بحزب معارض، بس بيطالب بحزب معارض من انك انت النهارده في يبقى في وحدة، في هدف وفي ثوابت وطنية معينة كله متفق عليها، الاختلاف بين الوسيله بتاع تحقيق الهدف. وده اللي موجود في كل الدول. يعني مثلا لما هتروح في امريكا عندك الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. الهدف ما فيش، ما يقدرش النهارده حزب منهم مثلا يقول لك لا انا هغير، هيبقى هدفي تطبيق النظام الشيوعي في امريكا مثلا. لكن الهدف موجود، لهم اهداف معينه وثوابت معينه متفقين عليها، والاختلاف في ايه؟ في تحقيق هذا الهدف. لكن انت النهارده ما تقدرش، النهارده واحد بيقول لك زي مثلا لما طلع لك في الاحزاب اللي هي الاحزاب الدينيه التي لا تؤمن بالخريطه السياسيه اساسا، ما بيعتبرك اماره او ما ينفعش. فهو كان مؤمن بانك لازم يبقى في مبنى واحد حريه اجتماعيه، والحريه الاجتماعيه دي ينتج عنها يبقى في حريه سياسيه بجد. وهو كان مهتم جدا بالتثقيف السياسي للمواطن المصري. يعني عادة الأنظمة يقول لك ده نظام، عادة الأنظمة الدكتاتورية تبقى بتحارب الثقافة السياسية والعمل السياسي للشباب والأمور دي كلها. لكن هو كان بالعكس، ده هو كان مهتم جدا بالثقافة السياسية، وكان مهتم جدا ان الشباب يطلع مثقف سياسيا، وكان مهتم جدا انه يبقى عنده الوسيلة للقراية والاطلاع. وابتدى حتى منظمة الشباب اتعملت، وابتدت الكتب تتجاب وتبقى صحيح موجودة، والمراكز في كل قرى مصر فيها اللي هي المراكز المجمعة اللي فيها المكتبة واللي فيها القصر الثقافة واللي فيها الملعب واللي فيها الأمور دي كلها، وكانت بتتوفر لهذه المراكز الكتب بأرخص الأسعار، وكانت الكتب العالمية كانت بتترجم وكل الأمور دي كلها. ف يعني إنما